مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي ثقف نفسك مع الجيل العربي. بلد المغرب دولة إسلامية إفريقية، تعتبر من أكثر الدول سلما وأمانا، تمتلك علاقات جيدة مع مختلف الدول العربية وجميع الدول العالمية. كما أن كلمة وطن نتعلم منها كل معاني النبل والعزة والكرامة. وطن لن يتخلى عنه أولاده، وطن سيظل يقدسه أولاده ويقوم بخدمته جميع أبطاله، وطن سيظل يدافع عنه بكل ما أتي من قوة. شعب يشتري وطنه ولا يقبل المفاوضة عليه أبدا. الكهربائية من بطارية وسلكين مادنيين ومصباح. أربط السلكين مع البطارية والسلك مع المصباح فيضيء المصباح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي فاطمة الزهراء من مؤسسة الجيل العربي. اليوم سوف أقدم لكم معلومات عن صحتكم ومرض خطير ونادر وغير معروف اسمه مرض كاواساكي. ما هو مرض كاواساكي؟ يصيب مرض كاواساكي بالأساس الأطفال تحت سن 5، ويمكن أن يتسبب في التهاب الأوعية الدموية إلى حد التورم، ويؤدي إلى مضاعفات مثل تورم الشرايين. ومن أعراض هذا المرض الحمى وإحمرار العينين والشفاه واللسان، مع احتمال تورم اليدين وإحمرارهما والقدمين. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مدينة فاس أول وأكثر جامعة في التاريخ، جامعة القرويه، أسستها فاطمة بنت محمد الفهري.